لم نفلح، نقولها بأسى ومرار. لم نفلح، لم نستطع، ما قديناش نربحوا رهان إرجاع سكة الديمقراطية، سكة المبادرة الجماعية، ثقافة الدفاع على الطبقة العاملة إلى صفوف النقابة التي كنا فيها، وهي مع كامل الأسف وبأسف وبمرارة هي نقابة الاتحاد الوطني الشعبي. يعني النزاعات لنصل إلى العمل الوحدوي الجماعي، لكن تصدمنا العمل الفردي بالتسيير الأحادي، بالتسيير العشرافي، بالتسيير الإهاني للشرفاء. ضحينا بعد استشارات عميقة جذرية، بعد انتظارات طويلة، بعد نقاشات إلى ساعات متأخرة من الليل، اهتدينا غنسمحوا في الجغرافية، معنى الجغرافية غنسمحوا في المقر، غادي نخليوه للناس التي لم تريد أن تنصاع، التي عميق يؤثر في نفسيتنا كثيرا وعميقا، قد نسميه أو نسميه جماعة بمفهوم مدونة الأسرة، إنه الطلاق الثلاث للاتحاد المغربي للشغل، لما عانيناه داخله من استفزازات إهانات. قليلين شرفاء لهم عزة نفس وعزة كرامة، نحن لا نعبد الأشخاص. وإلى المؤتمر الإقليمي الأول الذي يكون وسيكون مؤتمرا ديمقراطيا شفافا نزيها، يتبلور خلاله القيادة التي ستكون في المستقبل. الديمقراطية لعمال المناظرين الأشاوس أفيردا، المنظمة الديمقراطية لعمال بريتنسا، المنظمة الديمقراطية لعمال كازا تكنيك، المنظمة الديمقراطية لعمال البعاديد، المنظمة الديمقراطية لكليرنات، المنظمة الديمقراطية للأبناك، المنظمة الديمقراطية لتجار سوق الجملة، المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الجمعية الخيرية الإسلامية، المنظمة الديمقراطية للمساعدون التقنيين والمساعدون الإداريون، المنظمة الديمقراطية لباعة وتجار سوق البلدي، المنظمة الديمقراطية لباعة فضاء ولاد ميمون، ما يصطلح عليه بممر رقم 10، والقطاعات، وكذلك المنظمة الديمقراطية للموسيقيين يتواجد معنا.